بسم الله الرحمن الرحيم. شغل النهارده ده مجلس 8 في 6، ده زرعنا له كمرات 16 وبلوك 20. ده هيتعمل جراميد اسباني مكون من خشب وعزل مائي وعزل حراري وديكور صار. انا هاخد الخطوه وان شاء الله يتم تنفيذه. والله انت متقفل البلوك وكده جاهز على شغل الجراميد. هنا في جنب مصر الحمام الشبابيك والبيبان والحاجات دي قاعده. ده كده من الداخل الكمر ده اللي اتقفل على خلطه كله يتلاس عليه ما يبانش ان في كمر ولا يبان اي شيء خالص.